ليش؟ طخين. حبة وردة. أنيسة وردة. حاجة تعيّل. هلا المدير بيطلع بيضحك قتلي. شو بدك لحقني لهون؟ جاي اطمن عليكي. مرتاحة هون؟ كتير. يعني أكتر من مكتبنا الصغير المنمنا؟ إيه أكتر. قد يعني؟ كتير. يعني هيك ولا قد اللي؟ آه شباب. وردة شوفي، إذا متضايقة هون بالمكتب احكي لي، أنا بعمل لك واسطة مع المدير، خليني أقول لك لمكتبنا، لأنه مكتبنا كتير مفتقد لك. لا مرتاحة هون. قد وردة يعني بدها تضل هي 44 عندي بالمكتب وشي بوشة. مين 44؟ هي الأنسة أمل اللي قعدت محلك. هلا كيف عندك 44 موظفة تغزل فيهم على كيفك؟ بس الوضع ما راح يضل هيك بنوب. حاجة تعيط يلا بيطلع بيقتلي. شبكي شو بدي أعمل أنا؟ شو بدك تعمل؟ مدير هون؟ ايه هون. وشو عرفك إنه هون؟ بعرف إنه هون. ببين هيك إنه هون؟ فيني قابله؟ شو بدك منه؟ شغلة خاصة للنص. لحظة لأخذ لك إذن. شو هاد؟ حلا على الصفر. تفضل. دعي لي. الله ليوفقك. العافية ابو جمال. اهلين. نعم الله ينعم عليك ويرحم والدينا ووالديك. استاذ مشان الانسه امل اللي حطيتوها عندي يعني ما كثير بتفهم بامور الدراسه، فقلت رجعوا لي ورده. عفوا قصدي الانسه ورده. هيك رايها؟ هيك رايي انا، هيك شايف. ما حذرت. وليش بقى ما حذرت؟ ليش بقى ما حذرت؟ اولا لانه الانسه ورده بتلبق لمنصب السكرتيره اكثر، اوجه طلتها اوجه. ايوه. وثانيا الانسه امل مع معها بتتعلم شغل الدراسات لانه هي بتلقط بسرعه. بتلقط. انت شو رايك؟ والله ما بعرف، يعني انا شايف انه مو من رايها. ليش الدربكه كلها واللفه والدوره؟ خلص الانسه امل تفهم بامور السكرتاريه، والانسه ورده كثير ضليعه بامور الدراسات، فيا ريت يعني تحطوا الرجل المناسب بالمكان المناسب. حلو أيما، قصدي المرأة المناسبة بالمكان المناسب، فهمت ولا اشرح لك؟ أنت برأيك هذا شغلنا ولا شغلك؟ شباب. شغل مين؟ شباب. شغل شباك. شغل مين؟ لا تدخل بشي ما بخصك. شباب وين رايح؟ امشي. شو بدك؟ امشي معي. وين رايح أستاذ؟ امشي معي. طول بالك. امشي. طول بالك. عود ولا شو؟ عود، زبط لي وضعك هيك ونشوف. هيك. نحن كمديرية لازم دائما ناخذ احتياطاتنا. بلكي شي موظفة لا سمح الله استقالت او قدمت اعارة او مثلا اخذت اجازة بلا راتب. ما بتنقطع المديرية، انت بدك المديرية تنقطع شيء؟ شباك استاذ، ليش تنقطع وما تنقطع؟ انا عندي اقتراح، شو رايك فيه؟ شو هو؟ اقترح لشوف اذا عجبني يعني ومعقول ممكن اوافق عليه. شو رايك نقول لك الانسة امل من عندك على المحاسبة؟ وجيب لك مرتك من محاسبة لعندك. لا استاذ منيحة. كل شيء لجيب لي مرتي الانسة امل كتير تفهم بامور الدراسات. منيحة استاذ، منيحة كتير. منيحة. ايه منيحة. ايه بس لا تتدخل شيء ما بيخصك. امشي لهون. ليش امشي؟ امشي معي لهون. ودي شو بدك تساوي استاذ؟ طخي. ليش؟ طخي. يا شباب وراك يا شب. حاضر استاذ، احنا رفقاتك بنمزح مع بعضنا كتير. ان شاء الله مشي الحال. ايه مشي الحال، مشي كتير. يعني ما مشي؟ لا ما مشي. ادفشه دفشه بيمشي. دفشته 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 بعدين دفشني. الله يعينك. ورده. انسه ورده. طيب يلا بيطلع بنتفك. ايه انسه ورده، يعني اتذكري انه نحن كنا زمان مكتب واحد، كان في بيناتنا قلة مخرزات، بيعملي لنا زيارات شقي علينا. ان شاء الله. ايه يعني اذا ما فضيتي ولو انه عمل لك تليفون خلينا نسمع صوتك الحلو. يا حلو استاذ سالم رجعنا. لا بقدر فيك. روح على مكتبك يلا يلا، عندي شغل. رايح بس ليش هيك في شوب عنكم كتير؟ شوب. الو. جرب نار الغيرة. ايه جرب نار الغيرة. وقولي قولي. قولي.
الحمد لله ارتحنا اليوم من طلتها البهية شي ساعة. شلون على ما تشطها لآخر نهار؟ قدي شعب سعلي ذكرنا الانهار ايجا باركلي سعلي عفوا ما بسمح لك بنوم استاذ سعليم استاذ سعليم باركلي مبروك مبروك روحي لمكتبك ما بدك تعرف الأول على شو عمت باركلي بوس ايدك بدون ما أعرف هيك روحي على مكتبك الأستاذ وسيم وعدني يحكي مع الأستاذ جميل مشان يرجعني سكرتيرة بحيا الله عم تحكي جميل وإنت وينه 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 هذا الأستاذ وسيم شو بدك منه بدي بوسه واحد اثنين ثلاثة أربعة من بين عيونه مش عايشه من أول لأول حبيته دخل قلبي بدون ما أشوفه معك حق الأستاذ وسيم بينحب وإنت رح تنتقلي بس يقابله وإنت رح يقابله بس يشوفه وإنت رح يشوفه شوف أنا سعلي يعني بشوفك هيك ملهوف يقول مالك مصدق أنت تخلص مني أعوذ بالله أعوذ بالله هذا بيكون عنده زميلة من مكتب حلوة مثل حكايتك وبيستغني عنها بس الله يوفقك إمتى رح تنتقلي شو شباب شبك أنت حبشر الموظفين رجوع سكرتيرة يا رب يا رب تنتقلي بالمكتب لحتى نخلص من ريكو وقل لك فازيك بيه اطلعي ورده لو بكرة بندن وبعد بكرة لحقابله بكرة وبعد بكرة لحقابله رحقابله رحقابله بكرة جبنا جبنا انسي امل شو القصة ليش هيك عم تعيطي وتغني ومبسوطة شو القصة رح قابله بكرة لك ما بدك تحكي لي تصطفلي صعيبة قلتي لي شو صار مع الاستاذ وسيم حكى مع الاستاذ جميل مشان ترجعي لعنده سكرتيرة لك ليش انا فرحانة وعم غني معناتها برضه بترجع لأمها ترجع ما بترجع ما بيهمني المهم انا ارجع سكرتيرة الاستاذ جميل وانت امتى رح ترجعي بس يخلص المسلسل اين المسلسل فلاش بدي اشرح لك لا اشرح لك وحتى لو شرحت لك ما رح تفهم لك تلمحي إيه؟ لا بدك لا تشرحي لي ولا اشرح لي المهم طمنتيني انه انت رح تنتقلي من هون ان شاء الله ورح قابله بكره يا ليلي يا ليلي يا ليلي انا التاني حقابله بكره وردي شو قالي سي أمان؟ شايف الشغلة طولت تخنت طولت كتير يكونوا عم يضحكوا عليكي مينو هدو؟ جميل وسيم الأساتذة شو قصدك سالي؟ قصدي يعني الأستاذ جميل صار له شي 4-5 أيام يعني ما بعت وراكي مشان المسلسل تكون شغلة هالمسلسل فركش لا أيو شو فركش؟ 5 و5 بعيونك إن شاء الله لا تقولا لكن شو القصة؟ ما بعرف يا سالم ما بعرف أنا كمان قلبي نائزني خايفة أحلامي تطير بالهواء بدك نصيحتي؟ قول سالم قول أنا قصدي إنه يعني تلاقي لك شي حجة وتقابلي الأستاذ جميل ومع الحديث بتسألي عن المسلسل وفرد مرة عن قرار مقلك لا 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 لسه نهار من أولته ليك إذا ما طلبني من هون لنهاية الدوام بروح لعنده وليش مو هلا؟ شبا شبك انت انت شبا انا ما بني شيء ايوه استاذ وافيلي على هالطلب لو سمحت السيد المدير مجنون ولا لا 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 مع عدم الموافقة أرجوك استاذ إذا ما بتوافق لي بدي أقدم استقالتي طيب قولي لي ليش بدك تنتقلي؟ حدا زعجك حدا ضايقك لا نساء أمل شبها بتضل تقلي إنه بدلت غزلانك بقرود إيه فشلت أنا بدلت قرودي بغزلان يا غزلان يا غزلان أرجوك استاذ أعطيني البريد حاضر شرفي وين البريد؟ صباح الخير وردة أنيسة وردة صباح الخير أنيسة وردة شو بدك؟ هيك مو على أساس تمري لعنا وتعمل لنا زيارة على المكتب ما عم بفضى الشغل فوق راسي فوق راسك؟ وينه الشغل؟ إيه الله يعطيك العافية فعلا عم تتعبي
بس هيك هيك يا منظومة بتقطعينا بفرد قطعة. والله المكتب بيحبك، قصدي أنا بحبك، لا المكتب اشتقلك وبيحبك، يعني تمر عليه بين فترة وفترة. استاذ سالم شو بدك؟ بدي وقع هدول الأوراق من المدير. بس يفضل المدير أنا بوقع لك ياهم. بس مستعجل عليهم بدي أخذهم معي. المدير ما له فاضي، عنده اجتماع ونبه علي إنه ما حدا يدخل عليه أبدا وما حدا يزعجه. ودي شبك أنت؟ هي جميل بالفن. شو نسيتي إنه نحن اثنين عم نمثل مسلسل سوا؟ إيه بس حتى الفنانين الكبار لما بيشتغلوا مع بعض ما بيرفعوا الكلفة ليكون متجوزك. يا ريت. وليه؟ ليش انت ما بتعرفي انه الاستاذ جميل متجوز؟ حتى لو كان متجوز الشرع بيحلل له أربعة. صحيح، بس انا ما بحب ابني سعادتي على تعاسة الاخرين. امال بدي اسالك، انت تعرفتي على زوجة الاستاذ جميل؟ طبعا. وشلون شفتيها؟ بتغار على جوزها كتير ما هيك؟ بالعكس، ما بتغار على ابنه. مرة من المرات رحت لعندهم على البيت، ما عدت معنا بالمرة، تركتنا على راحتنا على الآخر، وما كانت تتصل فيه هون تليفونات على الشغل، كانت مأمنة عليه معي على الآخر. شو قصدك؟ ما قصدي شي وحياتك، بس اللي في شوكة يا وردة تنخزه. زميلك جميل بالمكتب بدك تفوتي لعنده. تفضلي. اجت الزرافة. ادخل. أهلين. لا بقلك سبور يا ضرساني. شلونك؟ كتير مشتاقلك. انت شلونك؟ ايه مشتاقلك كتير، قصدي مشتاق للتمثيل معك. ليش الاستاذ وسيم ما حكالي؟ لا ما حكالي. شكو قصدي المسلسل انتهى خلص. انتهى؟ ايه استاذ لسه ما صور منه مشهدين ثلاثة. لا مو انتهى التغى. ليش؟ لانه المنتج فلاس والمخرج انجلط. ان شاء الله في غيره كتير. ايه من هون لنلاقي غيره بنستأنف العمل ان شاء الله. طيب شو رأيك ننجو انا وياك شراكة، منه بنحط المشاهد على كيفنا. ايوه ومنه بنتحكم بالعالم. ليش معك مصاري انت؟ ايه محوشة شوي، وهي معي الاساور وينه ليكن ابيعهم. ما بينبعوا معك بهي الايد. ايه ما بيكفوا، انتاج المسلسل بيكلف، بعدين انا ما معي مصاري شاركك. والعمل احسن شي نستنى شي منتج عقلاته على قده يتبنانا. ولي على حظي. مدير هو؟ ايه هو. ممكن قابله؟ شو بدك منه؟ شغلة خاصة. شو دخلك انت؟ شغلة رجالية ما بتخص النسوان. شبك اليوم معصف؟ ما قلت لي وردة، ما قلت لي صباح الخير، ما قلت لي صباح الورد، ما قلت لي اشتاق لك المكتب. شبك معصب؟ لك انا فاضي لك اليوم، عم اقول لك منرفز خير الله هون. ايه هون فوت لحاله فوت. ادخل. استاذ مرحبا. بدك تلاقي لي حل استاذ، مرتي رجعت مثل الاول، على وين كنت وين رحت وليش تاخرت؟ هلكتني استاذ، جابت اجلي رح يزغى نظري. شبك انت استاذ؟ أنا اللي عم بسألك شباب. ما في شي. بالعكس مزعوج حضرتك؟ لازم تنبسط. أجمل شي بالنسبة للرجل إنه زوجته تغار عليه، تسأله وين كنت؟ ليش تأخرت؟ شو أكلت؟ شو شربت؟ لأنه إذا ما غارت عليه وما سألته لازم يطم حاله، لأنه بيكون ساعتها صفر على الشمال. وين شباك؟ ما في شيء استاذ، بس يعني انا رح طق كل شيء زاد عن حده انقلب لضده. شو هي انقلب لضده؟ بالعكس انت بقدر ما بتخلي زوجتك تشك فيك لو دباجي. بقدر ما بتشك فيك بقدر ما بتكون الامور بالنسبه لك امتع، لانه ساعتها بدها تصير زوجتك شبيك لبيك بين ايديك، شو ما بدك بتساوي لك. شبك. ما في شيء استاذ، بس يعني انا استاذ ما كنت حابب احرجك ودخلك بالموضوع، بس طالما انت شكيت بالاول، قصدي طالما انت كنت بالاول فلازم تضل الاخير. حل لنا اياها بمعيتها. ايه بسيطه هي، لا تهكل همها نهائيا. هالمساله اترك علي، خلي زوجتك تجي لعندي على المكتب وانا بشرح لها الامور وبفهمها وبحاول خليها تستوعب الوضع كله. شباب. شكرا. شو بطل؟
مرحبا. خير يا طيب. المدير بده اياكي. شو بده؟ لك شو بعرفني؟ اكيد رح اشتكيت له، هاي عوايدك لان. روح شوف شو بده. دخلي، انت كمان بتغاري على جوزي؟ طبعا بغاري عليه، مو جوزي. يبعت لك داء السل انت وياها. يعني جوزي ميت، شو دخلني؟ شبك انت وجوزك؟ شو صار بيناتكم؟ يا استاذ حكومي انت، انا رضياني بحكمك. امبارح رحت على البيت حضرت الغداء وقعدت استنى شي ساعتين ثلاثة ما اجا، ضبيت الاكل وقعدت بلا اكل للساعة 10 بالليل. عم بعدين شرف حضرته اجا، متسألته وين كنت؟ ليش تأخرت؟ بس عصب ونرفز وقال لي انا حر، بروح امتى ما بدي وبيجي امتى ما بدي، وتركني وفات على اوضة النوم. معي حق ازعل منه ولا ما معي؟ طبعا معك حق. لازم اسأله وين كنت ولا مو لازم؟ هو من جهة لازم ولا مو لازم؟ أكيد لازم، لازم تضلي وراه لتعرفي وين كان بالضبط. ما لازم اتدخل بأمور بنوب، ما لازم تحكي، ما لازم تشتكي، ما لازم تتدخلي. ما بده ياني احكي، ايش هالعيشة هاي؟ عملت مثل ما بده بس ما قدرت. لازم أعرف جوزي وين عم يروح كمان وشو. برافو عليكي، هي هي الزوجة المثالية. بس يعني تحملي شوي، بجوز امبارح رجع على البيت متضايق من شي شغلة، مقروق من شي قصة، بس خليكي على ما انتي، بس على الخفيف. ما بيرضى اتدخل بشؤونه، لا على الخفيف ولا على التقيل. خلاص اتركيه علي، انا بقنعه. هولا مي مادري، بونوس دياس، كتال، شو طبختي لي اليوم يا مامي؟ معكرونة بالبيشاميل، ياي شو بحبه. طيب بكرة سوكياكي. باي ماما. خلصتي؟ مرحبا. أهلين أنيسة أمل. الفنانة أمل لو سمحتي. أهلا بالفنانة النجمة أمل. عم تتمسخري وليه؟ شو قصدك بالفنانة النجمة أمل؟ أنا ما صرت لسه نجمة، أنا ما بحب أوصل للقمة بسرعة، بتعرفي ليش؟ ليش؟ لأنه الواحد لما بيصل للقمة بسرعة ما بيعود في طلعة، في نزلة، وأنا ما بحب النزول بنو. معك حق، تفكير سليم. زميلي موجود؟ أنو زميل؟ جميل. الفنان جميل للمدير. برافو برافو، عرفتي بسرعة، صايرة ذكية. ماله هون راح؟ لوين راح؟ على المستشفى. يوه، ليش راح على المستشفى؟ شو بو مريض سخنان مغوص؟ شو صاير له؟ ما في شي، صحته منيحة. لكان ليش راح؟ ما بعرف. وليه؟ لا تقومي عم تكذبي علي وهو جوا وما بدك تقولي لي. انا حركات السكرتيرات هي بعرفها. روحي شوفي. ايه بشوفه. شو خايفة مني؟ دوري منيح، عادة بيوقع قراراته المهمة تحت الطاولة. فتشي. لا ما في داعي صدقتك. بس لما يجي الأستاذ جميل قولي له إني أنا سألت عنه وهو بيتصل فيني. أوكي. سلك حمونة. والآيل. أهلاً سيد وسيم. أهلاً أستاذ جميل. شو وصل لك زمان مبلط هون؟ نص ساعة. نمشي يلا. لحظة قبل ما تفوت، يا ريت إلا الأنسة وردة تتصل بالأنسة أمل وتجيبها لهون. خير، شو بدك منها؟ أخذت لها موعد مع المخرج، خليه يعمل لها تيست. ماشي، اطلبي لي الأنسة أمل تجي لعندي. شرف باشا. هاي الحركات بطل لي إياها، تفضل. هاي سكرتيرتك وقت ما عرفتني متجوز، لا عاد هشت ولا عاد نشت. هلا قيمي من سيرة سكرتيرتي، في كم فصل عن مرتي رح احكي لك اياه، خرج تضيفه للمسلسل. اخي المسلسل ما بقى يتحمل ولا كلمه. لك اخي انت اسمعهم بعدين قرر. تفضل اتحفنا. افتح لي مخك وانتبه منيح. خير، شو مقاتلة جديدة؟ رح يجنني هالمدير. انا مدير؟ مديرنا. ليش شبه؟ شو وعدني يحكي مع سالم وظهر انه نسي. لا ما نسيت. شو نسيت؟ انا حكيتها وفهمتها شو تساوي. بس استاذ امبارحة رجعت تتدخل باموري. حطها من ايدها، لا تدعو شي منه. فهمت؟ طبعا بدك تتدخل بامورك، هي زوجتك، ولا بدك تعيش لحالك؟ يعني لو بدك تعيش لحالك ما كان لازم تتجوز. استاذ انا ما عندي مشكلة تدخل باموري، بس عم تعمل من الحبة قبة. لا عم تعمل من الحبة لا قبة ولا كبة. بس انت طول لي بالك شوي ونزل مكسورتك وعود مثل عالم الناس وروق شوي وطول بالك عليها. استاذ يا ريت بس تجي لعندك توصيها فيه من هدول تبعاتك الاخفاض.
ترخص كرمالي وتراعي.